سبحان الله. بكرة بنلاقي ستة على الجزيرة. اسألني من اللي جابه. الازدحام اللي فيه. تعرف شنو نجي اربع خمس ايام بعالم المغرس معاهم مساك معاهم مغرس انجلت لك اليوم الحرب خدش الدواء ليش انا بشي وانت عارفه ان السكر لازم لها ازاي لازم لها علاج عندي في الخيمه 25 نفر عندي سنه سنتين ثلاث سنين الاولاد على التمره عايشين ايش قيمه التمره اليوم ست ايام ما كانوش خبز منين جبت خبز بشي بقول لك كيسه كيلو 90 لحالي 90 شيكل مين قادر ياكل مين قادر ياكل كيس الوحيد هاي عاملين صلصه وميه وبصله فيها كيف تاكلوها الاولاد فيش ولا حاجه بدك انت طلعونا من بيت حمون جابونا على جبال معسكر جباليا على امان لا في امان ولا في اكل ولا في شرب والشباب بيتولدوا من الجوع من مش اكل بيموتوا من الناس من الجوع والاختريين مش بلاقي تاكل ولا تشرب ولا تلاقي علاج ولا دواء ولا اكل والعيانين مرضيين واحد ما طلع في وجوههم ولا في دكاتره ولا في اكل ولا في شرب وين العالم وين الدول العربيه وين الامه الاسلاميه وين هي بتقول وين احنا عالم بنموت احنا في قطاع غزه هنا لا اكل بخش علينا ولا شرب ولا طحين اكلنا الذره واكلنا الشعير واكلنا القمع واكلنا الورق الشجر ايش فينا وقتيش بضل هيك صور البنات صور البنات الصغار ثلاث ايام ما كناش اكلنا خبز ولا حاجه اغلب الناس بتصوم من قله الاكل وفيش اكل وفيش حياه زي الناس ولد صغار بصيح من قله الاكل لا اكل ولا شرب حتى المي ما فيش شيء حتى الحمامات غرقانات ميه الشوارع مليانه كل الزبل ما فيش حد بيجيب ولا حد بنظف ولا حد بيساوي لو قديش بدنا نضل هيك احنا ما كناش حاجه ما خش علينا حاجه لا كهرب ولا مي ولا اكل ولا شرب ولا حاجه عندنا ولا حتى لبس زي البلد مين نلبس ولا حاجه ولا مصاري ولا ايش ما ينفعش الحال اللي احنا عايشينها عايشين في خمه عايشين لا اكل ولا شرب ولا عيشه هذا عيشه بتنفع لو كنتش تنظم هيك في المعاناه تعبنا هذه كثير من الأمراض انتشرت في الفترة هذه من قلة التغذية ومن المياه الملوثة أدت إلى وجود أمراض الرئتين للأطفال الهباتات السائلة تصيب الكبار السن والأطفال وأدت كمان لإصابات شديدة في نقص في فيتامينات الجسم وفي نحل الشعر عند الأطفال والنساء والرجال وأدت إلى مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد عند الأطفال الأطفال بجمع كلهم نقص تغذية أنيميا يعاني من أنيميا مضاعف دم فقط في الدم بعد ما يعملوا تحاليل في المستشفيات بيجونا دم ضعيف جدا نقص في الحديد نقص في وهذا سببه نقص الأكل وسوء التغذية هذه بركة المويه